صف ثالث إعدادي صباحي، مراجعة على الوحدة الأولى في الجبر. يلا شباب، كان أول حاجة معانا الزوج المرتب. لو عندي الزوج المرتب كنا بنقول س ناقص 2 و 3 بيساوي الخمسة و ص زائد 1، ويقول لنا ايه؟ عاوز قيمة السين والصاد. كنا بنعمل ايه يا محمد خالد؟ عندي زوجين مرتبين، السين ناقص 2 والتلاتة، ده أول زوج مرتب، بيساوي الزوج المرتب 5 و ص زائد 1. كنا بنعمل ايه؟ طب هو المفتاح عشان ما فتحش؟ طب كده ظهر؟ نقبل طب يعني اطلع وادخل على طول. نقصر ظهر عندك يا جنى؟ طيب طيب محمد سامي جت ولا لسه؟ أنا مسؤول رجعت ظهر؟ هو بيحمل طيب ليه؟ ايه؟ طب يا ميس أنا واحدة عشان النهاردة النت عندي طيب طب ماشي، بس لازم تشوف معايا يعني أيوة الحصة اللي طب قبلي كنت فاهم ولا ليه لا. أه كنت شايف مش عارف ليه الحصة دي مش راضي اشتغل ثانية واحدة ماشي بسم الله. هيشتغل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهارده في الشرح هيشتغل؟ درس ايه؟ النهاردة هنعمل مراجعة على الوحدة الأولى في الجبر. وأنت يا محمد يا سامي، أي درس أنت مش فاهمه يا ريت تبلغني بيه عشان نشرحه. الكلام ليكوا كلكوا. محمد خالد تمام ولا محمد طلع؟ طب يلا يا جنى. كنا هناخد السين ناقص 2 مع الصاد زائد 1. لا، كنا بنساوي المسقط الأول بالمسقط لا أنا الأول والمسقط الثاني بالمسقط الثاني، فكنا بنكتب ايه بقى؟ مليني هعمل ايه؟ السين ناقص 2 و5 بيساوي 5. ها، والمسقط الثاني وصاد زائد 1 يساوي صاد زائد 1 يساوي ايه؟ تلاتة حلو، يبقى السين هنا بتساوي كام؟ تلاتة ليه احنا مش بنودي السالب 2 دي الناحية التانية بإشارة مخالفة؟ أيوة هتبقى كام؟ صاير 5 هتبقى 5، والسالب 2 تروح جنبها تبقى موجب 2، يبقى 5 زائد 2. 5 زائد 2 بكام؟ 7 تمام، خش على الصاد. صاد زائد 1 بيساوي 3، يبقى الصاد لوحدها بكام؟ استوديو واحدة بثلاثة فاجنة، مش الزاد واحدة، هتروح الناحية التانية بإشارة مخالفة، هتبقى كام؟ هتبقى واحد ناقص ثلاثة 3 ناقص 1 بكام؟ اثنين ماشي تمام. ماشي يا جنى، شكرا. محمد خالد، ايه الأخبار عندك؟ محمد خالد،
ما عادش فيه صوت كمان. طب محمد سامي، اي محمد يرد عليا؟ محمد سامي، معايا أمس؟ ايه محمد، رحت فين كل ده؟ معلش أمس، المايك كان معلق مش راضي يفتح. لا انت احكوا النهارده. طب يلا يا محمد. لا هعمل ايه؟ انا محمد، انا اه انت تمام. هنعمل ايه عشان نجيب قيمة السين والصاد؟ سأفكر. ده دولة اتنين. طب ماشي، دي سهلة أوي. دي مش ده في أول الدروس يعني. الاتنين هنحولها كأنها معادلة على طول. الاتنين سين بتساوي تمانية، ولا أربعة بتساوي صاد زائد واحد. حلو، يلا تمانية ولا أربعة بتساوي صاد زائد واحد. سين بكام؟ تمام، سين بأربعة والصاد؟ بتلاتة، حلو، هو عاوز ايه؟ وأربعة الجذر التربيعي لسين تربيع زائد زائد صاد تربيع، تسعة. الإجابة في خمسة. 16 زائد 9. برافو، خمسة وتسعين، بخمسة. 25، جذر في خمسة. تمام، برافو، ماشي. محمد خالد شايف؟ أوه، ايه الأخبار؟ طيب نراجع بقى على حصل الضرب انديكارتي. تمام، لو انا عندي السين، فاكرينه ولا اشرحه تاني؟ طب بص يا محمد خالد، هقول لك تعمل ايه. معاك كراسة وقلم، والسؤال اللي اقوله تكتبه، اكتبه معايا. ماشي يا محمد؟ طيب لو انا عندي بقى ايه، عندي المجموعة س، دي مجموعة عناصرها ايه؟ عناصرها الالف والب، والصاد مجموعة عناصرها ايه؟ الواحد والاثنين والثلاثة. طيب هو عاوز ايه؟ عاوز حاصل الضرب الديكارتي للمجموعة صاد ضرب سين، وبعدين ومثله بيانيا. كنا بنعملها ازاي يا شباب؟ ما دام قايل الصاد ضرب سين، يبقى هنبتدي بمين؟ بالصاد. الصاد عناصرها ايه؟ عناصرها الواحد والاثنين والثلاثة. طيب هنعمل ايه؟ هنمسك الواحد اللي هو اول عنصر في الصاد، ونمشيه على عناصر السين، يبقى مرة الواحد مع الالف، ومرة الواحد مع الباء. طيب وبعدين نمسك تاني عنصر من الصاد، الاثنين هنمشيها مرة مع الألف ومرة مع الباء. وبعدين نمسك تالت عنصر من الصاد، التلاتة هنمشيه مرة مع الألف ومرة مع الباء. ويا ريت نراعي الترتيب، لأن الترتيب مهم، الترتيب مهم، سواء في حصر الضرب الديكارتي أو في الأزواج المرتبة، الترتيب إيه؟ مهم. تمام؟ طيب كنا بنمثل إزاي؟ كان عندي نوعين من التمثيل، يا إما مخطط سهمي يا إما مخطط بياني. طيب كنا بنكتب الأزواج المرتبة الأول، وليكن الصاد ضرب السين بيساوي، كنا بنفتح قوس مجموعة كبير، وناخد بقى عنصر عنصر. هنبتدي بمين؟ بالسين ولا بالصاد؟ والله نشوف هو بدأ حصل الضرب بمين؟ بالصاد. يبقى نبدأ بعناصر الصاد، أول عنصر من الصاد الواحد، يبقى الواحد مرة مع الألف ومرة الواحد مع الباء. وبعدين ناخد تاني عنصر من الصاد اللي هو الاثنين، مرة مع الألف ومرة مع الباء. وبعدين ثالث عنصر، التلاتة مرة مع الألف ومرة مع الباء. بقى عندي اهو ايه، الأزواج المرتبة. حلو، تعالوا بقى ايه نمثلهم. هنمثلهم الأول بمخطط سهم.
كنا مخطط كنا بنعمله ازاي؟ كنا بنعمل كده الأول في الحصل الضرب مين؟ الصاد، يبقى الصاد هنا، والتاني السين، يبقى السين هنا، وبعدين كنا بنحط عناصر الصاد وهنا عناصر السين. عناصر الصاد عندي مين؟ الواحد والاتنين والتلاتة، والسين الألف والباء. طيب وبعدين نشوف بقى الأزواج المرتبة. أول زوج مرتب عندي مين؟ الواحد والألف، يبقى سهم من الواحد رايح للألف. وبعدين تاني زوج مرتب الواحد والباء، يبقى نعمل سهم من الواحد رايح للباء. نيجي للي بعده الاتنين والألف، يبقى سهم من الاتنين رايح للألف، وبعده سهم من الاتنين رايح للباء. واللي بعده التلاتة، يبقى سهم من التلاتة رايح للألف، وسهم من التلاتة رايح للباء. ده اسمه إيه؟ اسمه مخطط سهمي. مخطط إيه؟ سهمي. طيب تعالوا نمثله بإيه؟ تمثيل بياني. كنا بنمثله إزاي؟ كنا بنعمل البياني ديت يعني إيه؟ عايز حاجة إيه؟ أفقي ورأسي. فكنا بنعمل الصاد هنا والسين هنا. يعني الأول في العلاقة أنا عاوزة صاد ضرب سين، يبقى الصاد دي هي الأفقي، يبقى الصاد أهي عناصرها الواحد والاتنين والتلاتة، والسين السين عناصرها الأول والب، دي السين. طيب وبعد كده بنمثل الأزواج المرتبة. الأزواج المرتبة اللي عندي واحد والألف، يبقى نيجي عند الواحد والألف ونعمل هنا أهو إيه؟ دايرة أو إكس، أي علامة. طيب الزوج المرتب الثاني واحد وب، يبقى واحد ونطلع عند الب. الزوج المرتب اللي عليه الدور مين؟ اتنين وألف، يبقى اتنين أهو وألف، يبقى هنا اتنين وب هنا. خلينا نمشيها كلها دوايه عشان ما يحصلش لخبطه. واللي بعده ثلاثة والألف، بعدها الثلاثة والباء. ده اسمه ايه؟ ده اسمه المخطط البياني. ماشي يا شباب؟ طيب خدنا بعد كده حاصل ضرب الديكارتي، بس سين في سين، سين في سين. كان مثلا بيبقى عندي مثال سين مجموعة عناصرها الواحد والاتنين والتلاتة. طيب عايز ايه؟ عايز حاصل الضرب الديكارتي للمجموعة سين تربيع. كنا بنعملها ازاي؟ محمد خالد معايا؟ ايه شفت؟ ظهرت لا قدامك حاجة؟ ايه؟ لا طيب انا عندي المجموعه س عناصرها واحد واثنين وثلاثه، وعاوز اجيب السين تربيع، هتتجاب ازاي حموده؟ ايه هتكون ايه واحد وواحد وواحد واثنين وواحد جدع وثلاثة حلو. واثنين وبعد كده واحد جدع واثنين 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 وثلاثة برافو ثلاثة واحد وثلاثة واثنين وثلاثة وثلاثة حلو. وبعد كده لما نيجي بقى نمثله بيانيا، تعالى بقى ايه اكتب بس الازواج المرتبه وبعد كده نمثله بيانيا. يبقى السين تربيع بتساوي واحد وواحد، واحد واثنين، واحد وثلاثة، وبعدين اثنين وواحد، اثنين واثنين، اتنين وتلاتة، وبعد كده تلاتة وواحد، تلاتة واتنين، تلاتة وتلاتة. طيب لما كنا بنمثله بيانيا كنا بنعمل ازاي محمد خالد؟ كنا نعمل زي مربع كده نص جدع بنحط الأعداد وبنكتب فوق السنة واحد اهو، ودي الاتنين ودي التلاتة. طيب اول زوج مرتب عندي واحد وواحد، كنا بنمثله ازاي محمد فاكر؟ أيوة مس الواحد والواحد، اول زوج مرتب عندي واحد وواحد كنا بنمثله ازاي؟
كنا بنكتب واحد وسهم ده حوالين نفس التقويم. داير حوالين نفسه، وكنا بنسميه اسم ايه؟ العروة. تمام، يبقى احنا مثلنا اهو اول زوج مرتب. طيب الزوج المرتب الثاني واحد واثنين، كنا بنعمل ايه؟ من الواحد يطلع للاثنين. تمام، طيب وبعد كده الواحد والثلاثة، يبقى واحد يروح للثلاثة بسهم. حلو، طب وبعد كده الاثنين للواحد، يبقى سهم من الاثنين رايح للواحد. اللي بعده اتنين واتنين، فنعمل ايه؟ نعمل عروة حوالين الاثنين، يعني ايه؟ سهم رايح منها لفيها. وبعد كده الاثنين والتلاتة، ادي سهم رايح من الاثنين رايح للتلاتة، وبعدين من التلاتة للواحد، ادي من التلاتة للواحد، ويا ريت الاتجاه السهم ناحية الاتجاه المظبوط. واللي بعده تلاتة واتنين، وبعد كده تلاتة وتلاتة، نعمل عروة حوالين التلاتة. في حاجة صعبة لحد دلوقتي؟ طيب لو قلت لكم هل السين، امسح ده ماشي، السين ضرب الصاد، هل هي بتساوي الصاد ضرب سين؟ يس نعم تمام بتقول ايه؟ اه اه ايه؟ ايوه سين في صوت بتصير صوت سين لا انا قصدي حصل الضرب الديكارتي لما اضرب السين الاول، ابدا بالسين الاول بصاد، هل هي ايه بتساوي سين؟ لا لا لا، لا تساوي، لان دي عباره عن ايه؟ عن ازواج مرتبه، فالازواج المرتبه لازم نراعي فيها الترتيب. تمام، انا لو قلت لك عددهم ماشي، لو نون ماشي هقول لك اه بيساوي، لكن السين في صاد حصل الضرب نفسه لا يساوي، لان دي ازواج مرتبه. لما ابدا بالسين يبقى المسقط الاول اكيد من المجموعه السين، لكن لما ابدا بالصاد، صاد ضرب سين، يبقى اكيد المسقط الاول من ايه؟ من الصاد. تمام يا شباب لحد دلوقتي؟ تعالوا بقى ناخد الايه، النون. النون ده مهم، النون مهم. طيب في الاول خالص عاوزه اقول ان النون سين في صاد بتساوي بقى نون صاد في سين. ليه؟ لان انا ايه، بعمل العناصر، بعد العناصر. طيب هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن نون في سين ضرب نون في صاد. حد مش فاهم الكلام ده؟ يا مسامي حلو، معانا اول مجموعه اللي هي السين، لو عناصرها مثلا عندها عنصرين وليكن الالف والباء، يبقى معنى كده ان النون بتاعتها بكام؟ النون بكام؟ ما اعرف ردوا عليه، كله يفتح المايك ويردوا، وردوا معايا، ما كله يفتح اعرف المايك وردوا معايا. لو عندي ولا السين، سامعني اه سامعك كده، تمام نون سين بكام؟ مش هي اتنين ولا عنصرين؟ ايوه صح ليه؟ يبقى اتنين مالكو؟ اتنين، الموضوع بسيط. طب لو الصاد عندي مجموعة فيها الواحد والاتنين والتلاتة، يبقى نون صاد بكام؟ نون واحد صاد ثلاثة بكام؟ حلو، طيب لو قلت لكم نون سين في صاد هتبقى بكام؟ ستة في اتنين بستة جدع، يبقى نون سين في صاد يبقى 2 في 3 ب 6. تمام، طيب نيجي بعد كده لايه، لو جاب لنا، قال لنا بقى ايه، س في ص، اذا كانت س في ص بيساوي مجموعه فيها واحد وواحد، وواحد وثلاثة، وواحد وخمسة. طيب اول حاجه عاوز ايه؟ عاوز السين، المجموعه سين عباره عن ايه، والمجموعه صاد عباره عن ايه، وصاد ضرب سين، والصاد تربيع. يلا مين يشتغل معايا؟ يلا جنى، ده معش انا وانت يا محمد. يلا يا سبحان محمد. الله توب لي
افضل من البدر اهو، برجع لك مخصوص عشانك. يلا أجيب إيه؟ السين، هو جايب لك حاصل الضرب، الديكارتي السين ضرب صاد. دي هتبقى واحد. تمام، السين هتبقى مجموعة فيها العنصر واحد، استنى بس لما نغير اللون نعمل أي منظر كده، واحد. والصاد حط واحد واحد وواحد واثنين وخمسة، واحد وثلاثة وخمسة. ثلاثة وخمسة عشان خدت اثنين. تمام، طب لو أنا عاوزة بقى الصاد ضرب سين، هو جايب لي هنا السين في صاد، أنا عاوزة صاد في سين، هيبقى إيه يا محمد؟ صف سنين. عارف سنين. صوت سنين. أنا أضربهم في بعض عادي، بس بالعكس بقى، تبقى ماشي، مالين واحد وتلاتة وواحد وخمسة وواحد، تاني كده؟ واحد وواحد وتلاتة وواحد وخمسة وواحد. ايوه، تمام. ماشي، بعد كده انا عاوزه ايه؟ صوت تربيع. صوت تربيع اللي هي واحد وواحد وتلاتة وتلاتة وخمسة وخمسة. لا 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 كأن لا لا، حاجة تانية خالص. واحد وواحد وواحد وتلاتة وواحد وخمسة وتلاتة وواحد وتلاتة 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 وخمسة وخمسة وواحد وخمسة وتلاتة وخمسة وخمسة. جاد، الله ينور. يبقى واحد وواحد وتلاتة وواحد، واحد وواحد وواحد وتلاتة، خلينا ماشيينها ايه بالدور احسن، واحد وتلاتة وواحد وخمسة، وبعدين تلاتة وواحد وتلاتة وتلاتة وثلاثة وخمسة. تلاتة وخمسة، وبعدين نخش على الخمسة، خمسة وواحد، خمسة خمسة وتلاتة، وآخر حاجة الخمسة وخمسة. تمام، أوي 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 أوي. ماشي، نيجي بعد كده لإيه؟ للتقاطع والاتحاد والمكملة والفرق. فاكرينهم يا شباب؟ محمد خالد، في حاجة ظهرت قدامك ولا حاجة؟ التقاطع والكلام ده مش لا إيه؟ برضه. بتقول إيه يا سامي؟ هو ايه التقاطع والكلام ده؟ ده في ايه ده؟ في المجموعة صباح افتكرتها الفل. افتكرتها، التقاطع والاتحاد. تمام، ماشي، فوقتي كده. فكان السين مجموعة فيها الثلاثة والأربعة، والصاد فيها الأربعة والخمسة، والعين فيها الستة والخمسة. عاوز إيه؟ عاوز سين ضرب صاد تقاطع العين. يبقى إحنا أول حاجة هنعمل إيه؟ محمد يا خالد، بص هقول لك السؤال وحاول ايه يعني تفكر معايا. ماشي، جايب لي ثلاث مجموعات. اول مجموعه السين فيها ثلاثة واربعة، يبقى السين ثلاثة واربعة، والصاد اربعة وخمسة، والعين ستة وخمسة. عاوز ايه بقى؟ عاوز سين ضرب صاد تقاطع العين. يبقى اول حاجة هنعمل ايه يا محمد؟ تقطع العين، بس هنجيب صوت جدع تقطع العين اللي هو هيكون في الخمسة. جدع، يبقى الصاد تقاطع العين، ايه المشترك ما بينهم؟ يبقى الخمسة. الخمسة حلو، طيب بعد كده بقى عاوز اضرب السين ضرب التقاطع ده، يعني المجموعة ثلاثة واربعة لما تتضرب في المجموعة خمسة. انتوا ايه يا محمد؟ تلاتة هتكون يا مس، تلاتة وخمسة وأربعة وخمسة. جدع حمود، الله ينور. يبقى الثلاثة وخمسة، ده أول زوج مرتب معايا، وتاني زوج مرتب معايا الأربعة والخمسة. حلو أوي.
ماشي معايا يا جنة؟ لو أنا عندي السين بواحد والصاد باتنين وتلاتة والعين ب اتنين وخمسة وستة، عاوز ايه؟ عاوز الصاد ضرب العين، هتعملي ايه يا جوجو؟ معايا يا جنى؟ راحت جنى؟ طب يلا محمد اسامي، هعمل ايه؟ معاكي ايه رحت فين؟ أنا النت عندي ضعيف، طب يلا حبيبتي، الصد ضرب العين، هتعملي ايه؟ واحد في اتنين يعني هضربهم في واحد، قصدي في واحد اتنين في اتنين. الصعب؟ ماشي تمام ماشي. ها الصاد في العين، يعني هتبتدي الأول بالصاد، تمسكي عنصر عنصر فيها وإيه؟ وتمرريه على العين، يبقى اتنين واتنين، وإيه كمان؟ وثلاثة في خمسة، ما تخلينا ماشيين الاتنين لما تمر الأول على كله وبعد كده تخش على التاني. تمام؟ يلا. يبقى اتنين وكام؟ يعني آه اثنين وثلاثة تمام، اتنين وكام والعين؟ وخمسة، الله. ها ثلاثة واللي في عليه اتنين وكام؟ اتنين وست. تمام طيب خلصنا الاتنين، هنخش على مين؟ نخش على التلاتة، حلو مليني، هيبقى تلاتة وكام؟ تلاتة واتنين، حلو وتلاتة يبقى وخمسة، وستة وستة. حلو، خليكي معايا عشان اقول لك على السؤال اللي بعد. السؤال اللي بعد عاوز ايه؟ عاوز سين ضرب سين ضرب الصاد فرق العين. يعني ايه الصاد فرق العين يا جنى؟ يعني ما عدا اللي في العين، ايه الحاجات اللي موجودة في الصاد مش موجودة في العين؟ ماشي؟ لما يبقى ماشي. فرق يعني ايه الحاجات اللي موجودة في الصاد مش موجودة في العين؟ طيب ايه الحاجات الموجودة في الصوت مش موجودة في العين؟ الثلاثة جدعة، يعني كأني هقول المجموعة سين اللي فيها واحد هضربها في المجموعة اللي هي صاد فرق العين اللي هي التلاتة، هيبقى ناتج ايه يا جنى؟ أبدأت هيبقى ناتج ايه؟ أبدأت لا بص يا جنى، بص يا جنى، احنا بنعمل حاجه اسمها حاصل ضرب ديكارتي، يعني الناتج ازواج مرتبه بداخل قوس المجموعه. احنا مش بنضرب، مش بقول لك واحد في ثلاثه فانت هتقولي لي ثلاثه، لا ده حاصل ضرب ديكارتي، يعني هينتج ازواج مرتبه. ماشي؟ يبقى هينتج الزوج المرتب كام وكام؟ إذا واحد وثلاثة، جدع، بس زوج مرتب، واوعي تنسي قوس المجموعة، يبقى واحد وتلاتة ده بداخل زوج مرتب بداخل المجموعة. ماشي؟ ماشي. حلو قوي. تعالوا بقى نرجع كمان على الأزواج اللي على تقسيمة الشبكة البيانية. لو أنا عندي الشبكة البيانية اهي، ده الربع الأول، ده الربع التاني، ده الربع التالت، ده الربع الرابع، ودي طبعا السين ودي الصاد. طيب السين موجبة فين وسالبة فين؟ السين موجبة في الجزء ده، والصاد موجبة، والسين سالبة في الجزء ده. طب والصاد موجبة فين وسالبة فين؟ موجبة فوق وسالبة تحت. يبقى معنى كده لو انا عندي زوج مرتب في الربع الاول، يبقى ده اكيد اكيد ده الاثنين الالف والب هيبقوا بالموجب. تمام؟ طيب لو انا عندي زوج مرتب في الربع الثاني هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى السين بتاعته بالسالب
والصاد بتاعته هي اللي هتبقى بالموجب. تمام. طيب الربع، الربع التالت بقى، الربع التالت هما الاتنين بالسالب، يبقى سالب ألف وسالب ب، ده في الربع التالت. طيب أما في الربع الرابع بيبقى الألف بالموجب اللي هي السين يعني بالموجب، والب هتبقى هي اللي بالإيه؟ بالسالب. ماشي يا شباب؟ طيب لو قلت لكم بقى، لو قلت لكم بالدور كده اهو، يلا محمد اسامي، لو قلت لك الزوج المرتب 3 وسالب 2 بيقع في الربع الكام؟ محمد اسامي انتوا مالكم النهارده؟ معلش لمس، كنت بتطلب مني حاجة. معلش طيب لو قلت لك الزوج المرتب 3 وسالب 2 بيقع في الربع الكام؟ 3 وسالب 2، رقم 3 سالب 2. فاكرني كده بسرعة، هو 3 لعيب تبقى في سماشة. طب ايه ايه؟ ده؟ مالي ثانية بس، أنا مش عارف مالي ثانية. 3 وسالب 2 أكيد في الربع. مش عارف انطق اسمه، بس لو مش عارف ده الربع كام. ده الربع الأول، ده الثاني، تمام. ده الثالث، ده الرابع يا محمد. تمام. وأنا بقول لك لا يا ابني. ثلاثة ثلاثة ايوه فاهم. اثنين يبقى كام؟ ايوه فاهم. هيبقى في الربع اللي اسمه ده اللي هو الرابع. جدع. طب واحدة تانية، لو قلت لك سالب اتنين وخمسة هيبقى فين؟ طالما بنفس يبقى التالت. ركز، سالب اتنين وخمسة، سالب اتنين و... تاني اه في التاني. طيب لو قلت لك سالب واحد وسالب اتنين سالب 1 وسالب 2، ده على طول في الربع التالت. الاتنين السالب في الربع التالت. جدع، ماشي شكرا. يلا عارف محمد خالد، اول لما حضرتك سألتني في اول واحدة حسيت ان انا هنكت، ما اعرفش ليه. عشان انت ما حضرتش الشرح، انت كنت قاعد ساعة الشرح ولا كنت بره؟ ده سعد الشرط. لا انا كنت هنا. لا يا مستر، انا كنت مع حضرتك لغايه لما قلت محمد سامي. اول لما حضرتك قلت محمد سامي اختي جت تسألني على حاجه. معلش ماشي ماشي، حصل خير. يلا محمد خالد، لو قلت لك سالب 3 و1 فين؟ سالب 3 و1 هتكون سالب 3 و1 اه في الرابع. سالب 3 و1، افتكر السين في السالب و1 يعني الصاد بالموجب، سالب سين سين بالسالب والصاد بالموجب يعني نطلع فوق، يبقى فين؟ اللي هو مثل يعني في فوق الشمال اه النقطة فوق. الثانية، صح؟ يبقى اسمه الربع الكام؟ تاني. التاني. برافو. طيب لو قلت لك 5 وسالب 7 هتبقى فين؟ أمس 5 وسالب 7 هتبقى فين؟ فانه ربع. الرابع برافو. طب لو قلت لك سالب 2 وسالب 3؟ الثالث. جدع، ماشي شكرا يا محمد. جنجون، لو قلت لك سالب 1 و2 فين يا جنى؟ نعم، سالب 1 و2 فانه ربع؟ الرابع. سالب 1 و2. نعم، الثاني. اه تاني، لو قلت لك سالب 3 وسالب 4 فين؟ 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 الثالث. جدع. طب لو قلت لك 5 وسالب 2؟ جدع، شاطر يا جنى.
تمام لحد هنا شباب. طيب نيجي بعد كده لحته برضو ايه مهم، يقول لك ايه اذا كانت السين فتره بقى، فتره من سالب 2 ل 3، سالب 2 ل 3 مقفوله ماشي، فيقول ايه اوجد المنطقه التي تمثل سين ضرب سين، ثم بين من النقاط التاليه تنتمي الى الحاصل الديكارتي سين في سين. يعني هو عايزنا نجيب سين في سين، هنجيبها ازاي؟ سين في سين بتتجاب ازاي؟ تنمتوا؟ نمتوا ولا ايه؟ بص هنرسم الشبكة بتاعتنا خلاص، كل يركز معايا في دي، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب أربعة، وفوق واحد اتنين تلاتة أربعة، تحت سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب أربعة ماشي. طيب تعالوا بقى نمثل من سالب 2 ل 3 على محور السينات، هيتمثل من فين لفين؟ اهو سالب 2 اهو لحد ال 3 صح. طيب هو جايب لنا السين وعاوز سين في سين، فنعمل ايه؟ نطلع فوق كده اهو لحد ال 3، يعني نمثل من السالب 2 ل 3 كمان في محور الصادات، يعني سالب 2 ل 3 اهو خلاص. وبعدين يبقى كل المنطقة دي حاصل الضرب الديكارتي لسين في سين، يبقى من سالب 2 ل 3 على محور السينات، وهنمثل برضو من سالب 2 ل 3 على محور الصادات، وكل اللي يقع داخل المنطقة دي من أزواج مرتبة تبقى بتنتمي لحاصل الضرب الديكارتي سين في سين. مفهومة يا شباب؟ الحتة دي مهمة، الحتة دي مهمة. تاني لما يجيب سين بتساوي فترة، نعملها ازاي؟ نمثلها على محور السينات، ما هو ده السين اهو وده الصاد، نمثلها على محور السينات فتبقى من سالب 2 ل 3 تمام. طيب وبعدين هو عاوز سين ضرب سين، طيب فنعمل على الصاد برضو من سالب 2 ل 3، وبعدين المفروض بقى نمثلها بخطوط، يعني نعمل كده اهو، خط ده خط هنا وخط هنا وخط هنا وخط هنا وخط هنا وخطوط برضو طولية، بحيث ايه اي نقطة تقع جوه المنطقة دي يبقى بتنتمي لحاصل الضرب الديكارتي سين في سين. طيب جايب لي هنا مجموعة من النقط وبيقول لي هل بتنتمي ولا لا؟ أول زوج مرتب معايا واحد واثنين، بينتمي ولا لأ؟ يا محمد أسامي بينتمي ولا لأ؟ واحد واثنين آه بينتبه. جدع. طيب يا محمد خالد لو قلت لك ثلاثة وسالب واحد، ثلاثة وسالب واحد ماشي، بتنتمي ولا لأ؟ بتنتمي اللي حاصل الضرب الديكارت سين في سين ولا لا؟ طب هي السن بكام؟ ما هو السين انا ممثلها على الشبكه البيانيه من سالب 2 ل 3، ده بشكل رأس افقي وبشكل رأسي، ومظلله المنطقه اللي جواها، فاي نقطه تقع جوه المنطقه دي تبقى بتنتمي لحاصل الضرب، لو ما دخلتش جوه المنطقه يبقى لا تنتمي. لا تنتمي، ايه؟ هتكون لا تنتمي. لا بتنتمي، التلاتة والسالب واحد اهي جوه المنطقة بتنتمي، انت المشكلة ان انت مش شايف. طب استنى انا هاخدها لك سكرين شوت، بعتها لك بسرعة بسرعة على جروب الواجب.
شفتها؟ وصلت بس تمام. ايش السنة؟ كده سنتين بس. ماشي. طب قول معايا، لو النقطة سالب 1 و4 بتنتمي؟ السنة 1 و4. اه لا لا سنتين. جدع. طيب ماشي، شكرا يا محمد. يلا جنى، لو قلت لك سالب 2 و0 بتنتمي؟ لا لا ما تلقك، سالب 2 و0 طيب، لا بتنتمي. طب هقول لك نقطة كمان، 1 و5 بتنتمي؟ وهل خمسة؟ لا جدع جدع، ماشي حلو. لحد هنا نخش بقى على العلاقات والدوال. لو أنا عندي علاقة ما بين مجموعة س ومجموعة ص، يعني إيه علاقة؟ يعني ارتباط بيربط بعض أو كل عناصر المجموعة س ببعض أو كل عناصر المجموعة ص. عندي أول مسألة معايا، لو كانت السين عبارة عن مجموعة عناصرها سالب 1 و1 و2، والصاد مجموعة عناصرها 2 و4 و6 و8، تمام. وكانت عين علاقة من س إلى ص، حيث الألف على علاقة بالب، تعني الب بتساوي، ده بقى نوع العلاقة، 2 ألف زائد 4. أهو ونبروزها، الب بتساوي 2 ألف زائد 4، لكل ألف بتنتمي للسين والب بتنتمي للصاد. عاوز إيه؟ عاوز بيان عين ومثلها من مخطط سهمي وآخر بيان. يلا محمد أسامي. يا محمد يا سامي، ايوه تمام. يلا حمود. باين عين، هو دي اه 2 ألف زائد 4. اه طب عين بتقول ايه؟ تاني، ما انت ما كنتش معايا. ماشي. وكانت عين علاقة من السين إلى الصاد، حيث ألف عين ب تعني ب بتساوي 2 ألف زائد 4، دي اللي كاتباها. لكل ألف بتنتمي للسين، الألف بتنتمي للسين والب بتنتمي للصاد. مش فاهم برضه، عشان كده هديك تاني. هقول لك هنعمل ايه. هنجيب الألف، هنقول الألف دي بتنتمي للسين، يبقى الألف مرة بسالب 1، ومرة الألف بواحد، ومرة الألف ب2، وبعدين نعوض نطلع الب. الب دي اللي هي ايه؟ الصاد. هحل يعني أول واحدة تفتكروها. هقول ال ب بتساوي 2 سالب 1 زائد 4. اه بس بتتكتب ازاي بقى؟ هنقول لما الألف بتساوي سالب 1، لما الألف بتساوي 1، لما الألف بتساوي 2. ايه الأعداد دي؟ دي اللي هي المجموعة س، لأن هو بيقول لي الألف بتنتمي للسين، فمعنى كده إن إحنا هنعوض. خلاص؟ طيب لو الألف بسالب 1 يبقى الب بكام يا محمد؟ ألف يبقى الباب 2 في سالب 1، لو سالب 2 زائد 4 باتنين. حلو. طيب لو الألف بواحد يبقى الب بكام؟ لو الألف 1 بستة، لو حلو. باتنين لو الألف تبقى باتنين تمانية. بكام؟ تمانية بتمانية. طيب سواء الاتنين أو الستة أو التمانية، مش هم عبارة موجودين جوه الصد؟ لا طيب بيان عين هيبقى إيه بقى؟ انا هنا اقول الارقام دي. كأزواج مرتبة بقى، يبقى سالب 1 و2. تمام، سالب 1 و2 وسالب 1 و2 وواحد واربعة و اسمها دي 1 وكام يا تلاتة، حول؟ 1 وكام؟ 1 و6 قصدي، ايه اصدر الرقم ايه ده؟ ايه؟ مين ده؟ 8. 2 و8، يبقى ده بيان عام. تمام. طيب نعم. نيجي بقى نمثلها بمخطط سهمي واخر بيان. سهل،
تمام. كويس ان انا رجعت لكم على الدروس قبل ما نبدا حل. كنا هنبدا حل ازاي واحنا مش فاكرين الدروس؟ فخلينا ناخد كده ايه فكره عامه عن الدروس نفتكرها، واي حد مش فاكر حاجه يقول، ونعمل مراجعه عليها. سالب واحد وواحد واتنين، والصاد بكام؟ باتنين واربعه وستة وثمانية. طيب أول حاجة معايا سالب واحد، هنوصلها بمين يا محمد؟ بالسالب واحد نوصلها بالاثنين. تمام، يبقى يطلع سهم من السالب واحد يروح للاتنين وعليه سهم. طيب وتاني زوج مرتب من كام لكام؟ من الواحد للستة. تمام، من واحد لستة. وتالت زوج مرتب من كام لكام؟ من الاثنين للثمانية. شكرا، ده المخطط السهمي. طب تعالى معايا للبيان. السين افقي ولا رأسي؟ إن اللي هو ناجم نايم. اه اسمه افقي. أفقي. يبقى الصاد. طيب هتحط في السين العناصر بتاعتها اللي هي سالب واحد وواحد واثنين، والصاد اتنين واربعة وستة وثمانية. طيب مثلها بقى، همثلها ازاي محمد؟ هحط نقطة في كل مكان، كل واحد واحدة. تمام، يبقى سالب واحد واثنين، واحد وستة واثنين وثمانية. تمام، كل فاهم معايا؟ تمام. هاخد سكرين شوت يا محمد خالد وابعته لك على الجروب عشان تعرف برضو ايه احنا فين. وعذرا للخط، بصراحة ده مش منظر خط بأمانة والله، معلش استحملني بقى. ليه بينزل؟ معايا يا محمد يا خالد؟ أي بس أسرار تمام ماشي. ناخد ايه بقى تاني؟ ناخد ايه تاني؟ ناخد ايه تاني؟ ناخد واحدة كمان. بيقول إذا كان السين واحد واثنين وثلاثة، والصاد ب 12، خلي الصاد تحتها عشان ايه نوسع لنفسنا عشان ربنا يوسعها علينا، الدنيا واسعة ليه نضيقها. 12 و21 و47، عشان اللي هيرجع يقول لي انا مش شايف الارقام هزعله. خلاص بيقول وكانت عين علاقة من سين إلى الصاد، حيث ألف عين ب تعني إن، تعني ألف رقم من أرقام العدد ب، لكل ألف بتنتمي للسين والب بتنتمي للصاد. حلو حلو الكلام. بيقول إن الألف علاقة أو عين مع الب، تعني إيه هي العلاقة بقى؟ إن الألف رقم من أرقام، الألف رقم من أرقام العدد ب. ألف رقم من أرقام العدد ب. أنتوا عارفين الأول إيه الفرق ما بين الرقم والعدد؟ لا كلهم نفس الحاجة، يعني ايه الفرق بينهم؟ لا مش كلهم نفس الحاجة. بص هقول لكم على حاجة، تعالوا كده على جنب هقول لكم، هي حته يعني ايه فزلكه بس ملهاش اي ستين لازم. ايه هي؟ لما اقول لك الخمسه، الأعداد هي الأرقام، بس هي مش فاهم. استنى بس يا عم اصبر. ال25، ال25 دوت عدد، ال25 ده عدد، العدد ده مكون من رقمين، يعني الخمسه ده رقم والاتنين رقم، لما يتلزقوا جنب بعض يبقوا 25، ده عدد. ماشي؟ ده ما مش اه فارقة والله برضه، بس ما هي مش فارقة، بس دي يعني عشان
تحل السؤال ده لازم تبقى فاهم الكلام ده. يبقى ال 25 دوت عدد مكون من رقمين، ده عدد مكون من رقمين، ايه الرقمين اللي مكون منهم؟ الخمسة والاتنين. تعالى بقى نرجع لمسألتنا. بيقول العلاقة بقى نوعها ايه؟ ان الالف، الالف رقم من ارقام العدد ب، والالف بتنتمي للسين، والصاد بتنتمي والب بتنتمي للصاد. يعني الالف دي اللي هي ايه؟ الواحد والاتنين والتلاتة، يكون رقم من ارقام الاعداد اللي هي في الب. فهمتوا بقى؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ يعني لما اجي اكتب بيان العلاقه، عارفين هكتبه ازاي؟ همسك الواحد، هل الواحد ده رقم من ارقام العدد 12؟ اه، فاخده. أو ماشي، يبقى عين بتساوي، نفتح زوج مرتب، اول حاجه الواحد وال 12، لان الواحد رقم من ارقام العدد 12، يبقى الواحد وال 12. نيجي للي بعده، هل الواحد رقم من أرقام العدد 21؟ آه، فناخده، صح؟ تمام. ماشي، نيجي للي بعده، هل الواحد رقم من أرقام العدد 47؟ لا. هل الواحد رقم من أرقام العدد 52؟ لا. خلاص، يبقى إحنا كده خلصنا الواحد. نخش على الاتنين، هل الاتنين رقم من أرقام العدد 12؟ ها؟ الاثنين صح. اه اه، يبقى 2 و12. نيجي للي بعده، هل الاثنين رقم من ارقام ال21؟ اه حصل. تمام، يبقى 2 و21. نيجي للي بعده، هل الاثنين رقم من ارقام ال47؟ لا. الاثنين رقم 47. لا تمام، هل الاثنين رقم من ارقام ال52؟ 52. اه تمام، يبقى هاخد الاثنين وال52. ماشي، طيب نيجي بقى للثلاثة، هل الثلاثة رقم من أرقام ال12؟ الاثنين ال 12. اه الثلاثة، سوري، الثلاثة رقم من أرقام ال12؟ لا. الثلاثة رقم من أرقام ال21؟ لا. الثلاثة رقم من أرقام ال47؟ لا. الثلاثة رقم من أرقام ال52؟ لا. يبقى هو ده بيان العلاقة. تمام يا شباب؟ درس النهارده اتفهم؟ ماشي، ادي الهوست لمين؟ كلنا ورانا اه علوم، احنا كده كده ورانا علوم. ماشي، خدي يا جنى. ماشي، يا ريت تكلموني على الجروب بتاع الواجب وتقولوا لي ايه الدروس اللي عاوزيننا ايه نكمل فيها، ولا نكمل زي ما احنا كده؟ نكمل زي فايه؟ طيب ماشي يا جنى، ماشي يا حبيبتي، ماشي، يلا باي باي. السلام.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جانا اديني الهوست من فضلك. تمام.